رحلة سفاري شتائية بين الثلوج في أرمينيا. بعد رحلة السفاري اليوم تمكننا من الوصول إلى نصب الغزال في جيرموك. هذا النصب معظمكم شايفين هذا النصب من بعيد، صحيح؟ من داخل مدينة جيرموك الكل شايفيها، لكن احنا اليوم برحلة سفاري تمكننا من الوصول إليه. فسوى احنا أو أي واحد يزور أرمينيا إذا يريد يوصل هنا، طبعا بعدين نتفق شلون نصلح به. يعني للعلم الطريق مو طريق شارع عدل مبلط، لا، شوفون وعر. اليوم مشينا بين الثلوج، وإذا بالصيف أو بالخريف أو بالربيع راح يكون أكيد بين الأحجار والتراب. Спасибо.